زيك فن تبع الموجة. خلود حليمي توا نعرف برشا عباد يسمعوا فيا ويشجعوا فيا وديجا وصلني كل شيء على الفيسبوك. حاب نقول لهم ان شاء الله نكون عند حسن الظن وان شاء الله يا ربي نفرحوكم ونعملوا ميداي اولمبيك يا ربي ونشرفوا المراه التونسيه. حلم الالعاب الاولمبيه بديت كتبني شهاده من اول في بطوله العالم 2012 في الصين. كنتش نخمم فيها قبل, كنتش نعرف شنو العاب اولمبيه. مي وقت في بطوله العالم 2012 مشيت وشفت شنو معناها الجو بتاع الاولمبياد, بديت نعرف شنو الاولمبياد. من وقتها بديت نبني معناها عليها وبديت نخدم عليها من 2012 اللي جا وانا نخدم على الحلم هذا وتحقق وان شاء الله نحققه بميداليه ان شاء الله بوديوم. هذوك ما جيت معناها مركزه في اللونتري, عندي اوبجيكتيف قدامي اللي هو بوديوم ان شاء الله. انا كذبش عليك ما درتش وما ريتش معناها جوست كاني في ستاج. انا تو ريتها العشر ايام الجمعه هذه كاني في ستاج مع تو مركزه مع روحي. تخيل في معناها في الستاجيات اللي عديتهم في الكومبوات اللي عملتهم, الاخطاء اللي لازمنيش نعملهم تو اللي خدمت عليهم مع سي فتحي وكل شيء لازمنيش نعملهم. وكهو هذاك هو تو في توكيو باش نخمم. انا مانيش معناها جايه باش فاكونس ولا جايه باش نحوس ولا جايه باش ليها. قدم تحية لصفاتي المسيبي ومعناها كانوا برشا تربصات وصرتوا التورنوا معناها الأخرانية كانت منعرش معناها في بالكم ولا كانت مع الوصيفة متاع بطلة العالم الروسية. عملت ذهب ربحتها معناها بفارق كبير برشا. تعرف انتي كي باش تلعب مع روسي ديما تحط اللي رم باش ينجموا معناها يحايلوا عليك ينجموا. طلعت باك الجرينت اللي انت يزمك تربح, يعني راك تلعب مع روسي خاطر فيت وسبق معناها حايلوا عليا قبل. ما حبيتش معناها اللحظه هذيك ما حبيتش. طلعت مش كنت باش نلعب مثال 60 70%, طلعت نلعب 10% لعب. فهمتني خامم اللي انا باش نربح والترنوا الاخرانيه هذيك هي معناها اللي عطت فيا ثقه 100% اللي انا وقتها وليت كنت خام في بوديوم وليت خام في ميداي دور. بحكم كورونا تخليك اللي انت عندك ميداي وعند يلزمك تخمم في ميداي ويلزمك مني كنت معناها مركز على الميداي بركه باش تركز اللي انت ما تمرضش معناها خاطر تعرف روحك حتى كان انت ماشي بيان وماشي بي معناها بالبيان وتربح وتلعب وتربح راك تنجم في اي لحظه معناها تمرض بالكورونا تخرج من الطرح. يعني يلزمك مركز من الكات فاس يتخاف لا تمرض من الكورونا ويلزمك تخمم ومركز على الميداي. معناها كانت مش كانت دي معناها سبيسيال الاولمبياد هذه باش تبقى ديجا يحكوا عليها اجيال. والله المقابله الاولى هي جابون سلوفاكيا هكا سلفادور نورمالمون اللي باش تربح منهم باش اليوم يلعبوا ديجا اللي باش تربح منهم باش نلعب معها انا. ونورمالمون يعني الارجح اكثر المرشحه اللي باش تربح اكثر هي جابونيا على خاطر في التوب 10 الاولانيه هي الخامسه عالميا. الاكثريه نتيح معها هي يعني تعرف انت جابونيه بنت بلاد يعني يلزمك تلعب بالجرينت و110 كونفيونس في روحك ومعناها اكثر من 100% فهمت. يلزمك ملي تدخل للي تخرج وانت معناها تضرب فهمت باش ترشح معناها تترشح للدور اللي بعده ان شاء الله.